اهلا وسهلا معكم لفقره الفنون الجميله اللي من خلالها نتعرف على كيفيه استخدام ابسط الادوات الموجوده عندنا، ومن خلالها نضفي بعض اللمسات الجماليه على اركان البيت وحتى نقدمها كهدايا. اليوم معانا الاستاذه بسمه. صباح الخير. صباح النور. يا هلا مرحبا فيك. حياك الله استاذه بسمه. الله يحييك يا رب. الله يسلمك. خبرينا مع هالالوان الحلوه اليوم شو بنسوي؟ اليوم ان شاء الله بنحاول نعلم المشاهدين صناعه ورود كبيره تنفع لديكور ديكور بالبيت، يعني اذا في عندنا مناسبه ولادي او عيد ميلاد، او ممكن نزين فيها صفوف المدرسه نعلم الطالبات باشياء كثير بسيطه بادوات وسهله بعد بلا. مثل ما عودتينا دائما باناملك المبدعه. شو الادوات اللي نحن نستخدمها علشان نصنع مثل هذه الورود الجميله؟ ممكن كرتون الوسيله يلي بيرسموا عليه طلاب المدارس. هيدا هلا في عندي هون ابيض واخضر، ممكن بورق الكورنيش او بيقولوا له الكوريشه، يعني كل الناس بيقولوا له، لانه بيعطينا شوي بيساعدنا تمدد. انه ايوه يتمدد مثل ما احنا شايفين هون، يعني بيعطي شكل حلو وبيتمدد. فيكي تشتغلي؟ ايوه هيك، ما هيك مثل المطاط بيطلع، فبيعطي حركه حلوه للورده، بيساعدنا يعني متعوب بالوان مختلفه. ايوه صحيح. هلا في عندي هيدا. يلا نبدا استاذه بسمه عشان الوقت تشجعين. يلا رح نعمل ورده الكرتون او الوسيله، هي اسهل من هيدي. تمام. نبدا اول شيء بدنا نرسم. نرسم شكل البدله، عندنا ثلاث احجام كبيره ووسط وصغيره. تمام. هيدا القلم نحاول انه نرسم ونقصها. انا هون يعني اول جاهزة. خطوه هي خطوه الرسم، الرسم بالقلم بالضبط الرصاص. انا ممكن اتني عده يعني نطويه اكثر من طوي حتى يطلع معنا عدد اكبر دغري. بنعمل مثل شكل القلب مثلا هيك البتله هيدي مثلا. ياس برد كمان هون قياس اكبر، نرد كمان قياس. حلو. احجام مختلفه. احجام مختلفه، وبعدين بنقصها مثل ما احنا شايفين هون قصيته. جبتيها جاهزين ومقصوصين؟ اي مشان الوقت. تمام. الحين نجيب المقص، بدنا مقص ومثلج. تفضلي. دباسه كمان. كيف نثبتهم مع بعض؟ ايوه نحتاج مقص ودباسه. تحت تحتاج الصمغ هذا؟ اي. هلا بس نمسك البتله من تحت هيدا هون اخر البتله، بدنا نقص لهالطرق هيك لتقريبا اقل من الوسط، اقل من النص، وبنتنيها بهالطريقه مشان يعطينا حركه. نبتدي بالشكل او الحجم الكبير صح ولا مثل ما بدنا؟ لان هلا نحن حنشتغل بالصغير نفس الشيء. نفس الشيء. أي. نفس شوفي الطريقه. شوفي القصه هيك وبعدين نتنيها بهالطريقة هاي مشان نعطي حركة. دبسنا مع بعض. هلا جربين. بس الطريقة بسيطة. بسيطة. قصة من هني بهالطريقة. أحسنتي. ونثنيهم مع بعض عشان يعطينا تدويرة البتنة. وندبسها بالضبط. بهالطريقة. ما شاء الله عليك. وبعدين هلا بقى يا ست أمل نحن هيدي الورقة بنعمل لها حركة بالمقاس هيك مشان ليش؟ لحتى نقدر نحن نتنيها نحطها هيك على أي شغلة عندنا، قلم سيليكون، تعطي هيك حركة انحناء للبتلة حتى يعطي شكل الحلو للبتلة هيك. على أطراف الورقة بس على الأطراف. هلا نحن بس نجمعنا وقصينا، هنعمل بقى القلب اللي هو حلو. تركزت على هالتفاصيل البسيطه، يعني يمكن هالثانيه البسيطه تبين كانها ورده حقيقيه بالضبط جماليه. وهدول الصغار نحن فينا كمان نعمل لهم الحركه لكن لداخل. هيك هيك صارت عنا. شوفي كيف الشكل. هلا نحن بدنا نجمع هدول مع بعضهم لحتى نعمل قلب الورده. حلو. ممكن نحط لها نقطه سيليكون صغيره اللي هو مسدس الشمع. ايوه الشمع. في ناس بيقولوا له السيليكون وناس بيقولوا له الشمع. هلا بنحط الثانيه بهالطريقه نفس الطريقه. ايوه وبنلزق لحتى يتشكل عندي شكل القلب. تمام حلو.
خطوات سهلة وسريعة بعد في نفس الوقت. هلا عندي وحدة ملزقة جاهزة كمان مشان الوقت بالنسبة للقلب، هيدي لزقناها. بدنا دائرة مشان تكون هي الدائرة القاعدة يلي بدنا نركز عليها. هنقصها ليك مقص رسومي. بدنا نرسم دائرة مشان نقدر نركز عليها البتلات الكبار، وبعدين آخر شيء بنحط الصغير. تمام، يعني مثل قاعدة حق ال صحيح الأوراق. القاعدة هي اللي بدها يتثبت عليها البتلات. نحن اخترنا الأوراق البيضاء، ممكن نحن نختار يعني بعدة ألوان ثانية. أو ألوان ثانية نحن نفضلها بعد. هون عملنا لون الأصفر الأحمر والوردي. هلا أراويهم القاعدة. إحنا ياسين يمكن على هاي أوضح تبين القاعدة إن لون ثاني. إحنا ياسين نسوي هاي القاعدة اللي عليها بنثبت البتلات. بالضبط. هلأ البتلات بنثبت. بنثبت الحين بنحط شوية سيليكون بنبدأ الخمس بتلات اللي هن بدنا نثبتهم. هيدي أول وحدة ثبتي معي؟ بمسك بساعدك. أيوة. هيدي الثانية. لا هيدي الحجم الكبير. حلو. هاي نشيلها ونحط حجم كبير. حطينا الوسط. أول شيء نبتدي نثبت في القاعدة بالحجم الكبير. هلا الثانية. وبالتدريج. حلو. بنستعمل السيليكون لأنه سريع كثير وبينشف. ينشف بسرعة. حتى حلو أستاذة بسمة اليوم نعلم الطفل اليوم كيف يسوي هالشغلات معانا. بيتعلم. بس لازم الأم يعني تكون حده بس مشان في بعض الأدوات تكون خطرة يعني. عليه بالضبط. اللي هي شغلة كتير سهلة وحلوة، وهلأ كتير عم يطلبوها وقت اللي بدهم يعملوا حفلات أو أعياد ميلاد بسيطة صغيرة يعني على الضيق في البيت. عملنا الخمسة. هلأ بدنا نحط شو المتوسط. بالضبط الأصغر. حطيت هلأ السيليكون. أيوة هذا هو القياس. نحطها بين الورقة والورقة. نحط واحدة جديدة يعني منضل منحط لحتى يصير عنا يعني شكل الوردة. أيوة متناسق ومناسب. هلأ هون أكل معنا أربعة داخل. حلو. طب هلأ منا نحط القياس الأصغر. أستاذة بس ما أنا أتخيل يعني مثلاً ممكن نستخدم اللمعة جليتر أرش عليها. صحيح. ممكن نحط عليها مثلاً نفس ما أنتي سويتي لولو خرز كريستالات يعني. وهني بعد سويتي شيء حلو. أيوة بالضبط. بس عملت هيك يعني نثرته النثر. وفي شغلات نحطها بعد مثل ما قلتي في النص. ممكن تحطي حب لولو. أدوات ثانية. أيوة حب اللولو كتير بيعطي شكل حلو. حلو. هلأ في هيدي القلب اللي اشتغلناه. بنحطه في النص في الوسط هون، ومنجيب الصغار بنثبتهم بهالطريقه. نقطه سيليكون في دقائق سوينا ورده. ايوه بدقائق نحن بس كنا مجهزين الورده. حلوه البتلات. بعد انا عيبتني هالورده اللي انا مخذتها بيدي الحين ان هي عباره عن اوراق بيضة وسيلة عادية، لكن في النص في أوراق الكروشيه اللي باللون الوردي، فعاطية يعني شكل وايد حلو مميز. لما شفتي هاي؟ هي شفتها. أي هاي دم من الكورناش. الكورناش نفس قصة البتلات، بس شو منضيف عليهم إنه نحنا شوفي بنعمل هالحركة هيك هون لداخل، وهي بنعملها هيك لبرا، فبيعطيها حركة كتير حلوة للبتلة مثل ما احنا شايفين بالوردي اللي حطيناها على غصن. وثبتي يعني؟ ايوه اي شوفي صار في. هلا اذا حبيتي تعملي زهره التوليب خليها هيك، ما بنحتاج انه نفتحها مره ثانيه. في زهره التوليب حلو. او الزنبق كثير بيعطي شكل حلو. صح. انا حبيت اقدم اكثر من فكره يشوفوها بالورق والكورنيش. وهني بعد عندك فكره. ايوه هذا الورق الاخضر كثير شغلته كمان بسيطه وحلوه. بنسويها معك الحين الورقه الخضراء. يلا عندنا أوراق خضراء. نحن كذا خلصنا الوردة. خلصنا الورق. ممكن بعد نحن نضيف عقب أي شيء نحن نبغى. لمعة. خرز. بالضبط. هلأ في عندي خرز. لا.
نفسي. انا عن نفسي احب اللولو، فافضل اذا بحط شيء احط اللولو. ولا حتى اللمعه البودر اللي على شكل باودر ممكن الناثره، يعني انت هيدي بقى حريه اختيار للشخص شو بيحب الالوان. بالنسبه للورقه الخضراء كمان انا بتني الورقه بتويه اكثر حتى يطلع معي ورقتين حلو هيك، وبرسم نصف ورقه، نصف بس نص ورقه مشان تطلع معي ورقه كامله، ونقصها. والحين نقصها، لكن بقى الفن وايد بسيطة. ايوه الفن اللي فيها هيدي الشغلة الحلوة، انه نحن كيف بدنا نطوي الورقة حتى نطلع فيها هالعصيبات الحلوة اللي شايفينها. حلو. الثانيات. استاذة بسمة عبد العزيز، انت اشتغلي معنا وراوينا الطيات، بس احنا بنختم الحلقة بس بنطالع مع بعض. خلصنا بس بنتنية هيك مثل المروحة للورقة، بس انه هيك شكل المروحة وخلاص. احنا بنشوفها مع بعض. تمام. اذا مشاهدين وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من صباح الشارقة تريونا، ان شاء الله في الغد في حلقة جديدة مواضيع شيقة وممتعة. اترككم في امان الله، مع السلامة. شوفكم باكر مشاهدينا في حلقة جديدة، ومع السلامة.